صباح جديد بمعنا بحضراتكم ومصر جميلة دايما بيكم وبكل المصريين، سواء في أحداث إرهابية أو ما فيش أحداث إرهابية، مصر قادرة وقوية وقادمة وهتفضل موجودة إن شاء الله على مر الزمن والتاريخ. الناس اللي بيعيبوا في مصر أو بيعيبوا في آثار مصر هم اللي بيموتوا، والآثار هي اللي باقية ومصر هي الباقية إن شاء الله. وبالتالي يعني حتى لو حصل امبارح بعض الأحداث المؤسفة زي الانفجار اللي حصل الفجر اليوم في مبنى الأمن الوطني في شبرا الخيمة واللي أسفر عن عدد كبير من المصابين، لكن الحمد لله قدر ولطف، إلا أن ده شيء متوقع وشيء عارفين أنه لازم هيحصل ضمن سلسلة من العمليات الإرهابية اللي احنا بنحاول التحكم فيها، وربنا يقدرنا إن شاء الله. صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير عليك. صباح الخير يا نهلة، وصباح الخير على كل مشاهدينا، ويوم سعيد علينا وعليكم يا رب. كل مصاب وكل شهيد وكل إنسان فقد أهله، أخوه، أبوه، أمه، ابنه، بقى ليه عندكم طار، والطار ده لا يمكن أبدا هينساه لا في حياته ولا الأجيال اللي جاية. اكتبوا أساميكم وتاريخكم الأسود بالدم في كتاب التاريخ، عمر ده ما هيتغير أبدا 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 على مر العصور. من ساعة ما ظهرتم وظهرتم في حياتنا، ظهرتم على حقيقتكم، خلوا بالكم إنه دايما لا المصريين بينسوا ولا التاريخ بينسى، ولكن في الآخر كله مركب الوطن بإذن الله ماشية وهتفضل ماشية لغاية لما اللي بنتمناه كلنا هيتحقق، سواء بإرادة أي حد في الدنيا إنه هو يهدم هذا الوطن العظيم لا يمكن هيحصل أبدا. بمزاجكم أو غصب عنكم مصر دايما آمنة وبخير. نتمنى السلامة يا رب للمصابين اللي اتصابوا امبارح، وانا جاي كده سمعت انه كانوا 29 مصاب، باقي منهم تقريبا 4 أو 5، وده كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، واتكلم وقال انه الحمد لله الاصابات كلها شظايا وطفيفة جدا، والحمد لله كل الناس اللي حصل او حضرت الواقعة دي قامت بخير وبالسلامة ان شاء الله، ونتمنى السلامة لحضراتكم. وخلوا بالكم احنا برضو عندنا مسؤولية كبيرة جدا جدا جدا، وهي اللي بيشوف حاجة غريبة او اللي بيشوف شخص مشتبه فيه او احنا كلنا دلوقتي بقى معانا تليفونات، من فضلك ارفع سماعة التليفون، كلم وقول انا شفت شكل غريب او حاجة غريبة في المكان الفلاني، وتنقذ بها ارواح كتيرة جدا. يا رب السلامة لمصر دايما يا رب. يعني كل واحد فينا عنده مسؤولية تجاه الوطن، ان هو دلوقتي يكون واعي وان هو يكون يقظ وعارف ان العمليات الارهابية دي ممكن تحصل في اي مكان حواليه، وبالتالي يكون دايما مستعد ان هو يتواصل مع الشرطة ويبلغ عنها. كمان ده بيؤكد ان قانون الارهاب اللي صدر حديثا مش هو لوحده اللي هيكون يعني حائط صد ضد الارهاب، لا يعني ممكن نقول ان هو يعني حلقة في سلسلة طويلة، لكن اول واخر الحلقة دي هيفضل هو محاربة هذا الفكر، محاربة الفكر بالفكر. يعني لازم احنا نشوف ايه اللي وصل ولادنا وشبابنا انهم يعترقوا هذه الافكار الإرهابية اللي بتكفر المجتمع، ونحاول ان احنا نعدل من التعليم ونعدل من الخطاب اللي بيخليهم يتصوروا ان هو ده الحل وان هو ده الاسلام، لانه لا علاقة لي لا بالاسلام ولا علاقة لي بحل ما نحن عليه من المشاكل. المشاكل لها حلول تانية، والفكر ده لابد ان يقاوم بفكر اخر. اذا كنا بنعول على الفكر الجديد فده معناه ان احنا نعول على الشباب، والشباب موجودين في كل مكان، ومن الاماكن اللي بداوا يتبوؤوها حقيقي مش اماكن رسميه لكن اماكن في جهات اهليه مهمه جدا هنلتقي بها النهارده. النهارده مثلا معانا فقره مهمه جدا مع العمده بشير العبيدي، رئيس مجلس العمد والمشايخ بمرسى مطروح، وهو اول عمده يعني من الشباب لانه عمره لا يتعدى ال 40 عام وهو مسك هذا المنصب حديثا، وبالتالي هيكون عنده افكار جديده فيما يتعلق بهذا المجلس، ازاي ممكن ياثر في الشباب، ازاي ممكن يغير من تفكيرهم اذا كان في بعض الافكار المتطرفه، خاصه اذا كان ده متعلق بالاماكن الحدوديه. احنا بنتكلم عن مرسى مطروح وهي منطقه حدوديه بتقع طبعا بقرب من ليبيا، واحنا عارفين اللي بيحصل في ليبيا وتواجد داعش في ليبيا وتواجد متطرفين بيسيطروا على اماكن كثيره في ليبيا، وبالتالي مهم جدا ان احنا يكون عندنا ناس تقدر تغير الفكر وتقدر تعمل حاجه جديده في مرسى مطروح، وبنعول عليه وهنلتقي بيه النهارده ونشوف افكاره الجديده. عندنا كمان فقرتنا الفنيه النهارده هتكون مع الشاعره والموسيقيه المصريه الدكتوره منال عفيفي، والمطربه هايدي هشام، والعازف زين العابدين، وهنشوف فقره فنيه ان شاء الله متميزه هتكون مع حضراتكم الصبح عشان نبدا مع حضراتكم يوم جميل باذن الله. بإذن الله دايما مصر في أمن وفي خير وفي سلام. نخرج لفاصل، بعد الفاصل هنلتقي في فقرتنا الأولى وضيفنا الأول في هذه الحلقة، من فضلكم خليكم معنا.